قرر مجلس الوزراء تعطيل دوام كافة مؤسسات الدولة يوم الثلاثاء المقبل للتسهيل على المواطنين المشاركة بالانتخابات البلدية ومجالس المحافظات. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني في دار رئاسة الوزراء للحديث حول جملة من القرارات. وقال المومني إن مجلس الوزراء قرر رفع قيمة الإعلان الحكومي في الصحف اليومية من 25 قرشا إلى 55 قرشا. وحول جريمة سفارة الاحتلال في عمان الشهر الماضي والتي أدت إلى استشهاد مواطنين أردنيين برصاص أحد موظفيها، شدد المومني على الموقف الثابت للأردن بضرورة اتخاذ سلطات الاحتلال خطوات قانونية بحق حارس السفارة الإسرائيلية المتهم بالجريمة، مؤكدا أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذه القضية من قبل الاحتلال ستنعكس على العلاقات بين عمان وتل أبيب. الدقيقة، وغدا في اجتماع مهم حول هذا الأمر سوف يكون لدينا عدد. الإعلان الحكومي يحاسب على الكلمة، وكان هنالك عديد من النقاشات حول هذا الأمر. تم رفع سعر الإعلان الحكومي من 25 قرشا ليصبح 55 قرشا. طبعا فقط للإخوان المهتمين بمعرفة أثر هذا القرار المالي، لكم أن تعلموا أن فاتورة الإعلان الحكومي السنوية تقترب من 3,700,000 دينار. إذن إحنا نتحدث عن أكثر من ضعف هذا المبلغ، لأنه بنحكي بين 25 و 55 ما يزيد عن الضعف. إذا نتحدث صرنا عن ما يزيد عن 8 مليون بمعدل نهائي. موقفنا واضح بشأن ضرورة اتخاذ كافة الخطوات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات من أجل أن يكون هنالك إنفاذ للعدالة. وقد علمنا رسميا أنه تم البدء بهذه الخطوات من خلال قرارات للسلطات القضائية في إسرائيل والنائب العام، وسفارتنا تتابع هذا الأمر. وبالنهاية كما أشار جلالة الملك في مناسبتين على الأقل وتحدث، أننا نريد أن نتأكد أن العدالة سوف يتم تحقيقها ضمن إجراءات قانونية واضحة ومعلنة وضمن الحالات التي تتبع بين الدول في مثل هذه الحالات.